زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده على ان احنا ازاي بنحسب براكتيكالي اللابلاس ترانسفورم والفوريه ترانسفورم، كنا عاده بنعتمد على التيبلز. اوكي، نعتمد على التيبلز وعلى الابلكيشن بتاع البروبرتيز. اوكي، نفس الكلام هنعمله هنا بالظبط. عندنا برضو تيبل بتاع، يعني لو احنا بنتكلم هنا على الحاجات اللي اوف انترست بالنسبه لنا، اللي هي الوان سايدد زي ترانسفورمز، اللي هي السيجنالز اللي هي من زيرو، اللي هي سكوزال سيجنالز بيسكلي. فنلاقي ان احنا عندنا بمنتهى البساطه عندنا الدلتا اوف ان واليو اوف ان والان يو اوف ان، والكلام ده كله موجود عندنا، ونقدر نعرف له الايه الزي ترانسفورميشن بتاعه شكله عامل ازاي مباشره. اوكي، هنستعمل بقى الفانكشنز اوف تايم اللي موجود عندنا هنا دي، نحاول نخلي الانبوت اللي جاي لنا او الفانكشن اللي جاي لنا عباره عن كومباينيشن من مجموعه الفانكشنز دي، او نحاول نستعمل البروبرتيز عشان نحول الفانكشن بتاعتنا لواحده من الفانكشنز دي ابلايد عليها البروبرتي اللي عندنا، عشان نحسب منها من الجزء اللي ناحيه الشمال ده الزي ترانسفورميشن عامل ازاي. اوكي، والزي ترانسفورميشن بيبقى عباره عن فانكشن زائد ار او سي زائد ريجنال كونفرجنس. اوكي، البروبرتيز اتكلمنا على جزء منها، بس في جزء تاني لسه ما اتكلمناش عنه، هتكلم عليه دلوقتي حالا.